ثم زوز فرسان عابرين سبيل. في الزمان السابق كان لثم لا طيارة لا شمدي فيه لا كرهبة راكبين على الخيل. تقول انت تجار ولا زوز اصحاب خرجوا للمصيد. انهار كامل وهما سايرين على الارض غايرين، تصفير شمس يشوفوا في بيت شعر على بعيد. في هاك الوقت هذاك ما ثماش واحد يبات في الخلاء، لازم يدبر وين يبات على خاطر الناس يخافوا في الليل. الانسان اذا كان منع من القطعية ما يمنعش من الهوش، الصيد نمر الى غيره. وتلقاه ولو حتى عند العصر القال عمار يقعد ثم يحبس يبات ما عادش يزيد القدام في النهار يعمل ربي. اي نداو بهاك البيت هذيك من بعيد يشوفوا في حركه كبيره ومشي وجي وخدام وعبيد وخيل وبل وكلاب تنابح. وصلوا، السلام عليكم. وعليكم السلام. كي سبتكم يا فرسان؟ قالوا ضياف ربي. قالوا مرحبا، اتفضلوا. في الحين داروا بيهم العبيد، كل واحد شد حصان تلها بيه، جبدلوا البحكة، نحالوا هاك الغبرة اللي عليه ونظف السرج وغطاه وحطلوا العلفة متاعه. وتلهاوا بهاك زوز من الناس، جابوا لهم الماء، غسلوا أطرافهم، تبردوا. وكل واحد وصيف واقف عند راسه وشد منشفة يشوفوا ها هوكا واحد مخرج كبش من الغنم وتك عليه ذبحه. فهموا اللي هذاك العشاء. أي قال لهم تفضلوا ارتاحوا. دخلوا البيت الشعر، زرابي كلموات وأقدفة، بيت متاع ناس بسيط. قعدوا اتكاوا يرتاحوا، حصة من زمان حتى طاح الليل. جاء العشاء، ستة ولا سبع خدام كل واحد الجيب، اي تفضلوا. خزروا لبعضهم قالوا زعما تي اما هو مول البيت. قالوا يا ولدي تي مول البيت وينه؟ ماذا بينا نسلموا عليه؟ قالوا لهم مش لاهي. أي داروا على هاك العشاء، تحط الميدة وزوز خدام غسلوا يديهم وجاو قعمزوا بحذاهم كيف عادت العرب، كل واحد يقص في اللحم ويقطع ويحط قدام اللي بحذاه ويحط له في الزبدة قدامه باش يخلط وياكل. تعشوا، تحمدوا، تشكروا، جابوا له مغسيل اليدين، غسلوا، نشفوا، رشوهم بالزهر، اتحطت المانجا بتاع التائي، وقعد وصيف يطيب ويخلط ويقلي في اللوز ويصب ويمد. وهما ساهرين ويشربوا ويتحدثوا، وفال حديث ما عاد عندهم ما يقولوا. قلقوا، تغامزوا، قالوا له صيف تيوينو سيدك؟ قال هوني. قالوا له ما يجيش يجيب حذانا؟ قال ما عرفش. ماذا بينا يا ولدي نسلم عليه؟ على كل حال احنا في محله وكرمنا. قال ما نجمش نقول، سامحوني. زادوا سهروا شوية، جاء وقت النوم، فرشوا لهم كل واحد مد فرشوا. قاموا في الصباح، خلطوا هاك الخدام بريق الماء واليان والصابون والمنشفة، وكل واحد غسل الوجه، خلطت الفطور، فطروا، شبعوا، غسلوا يديهم، قدموا لهم كل واحد الحصان متاعه ويسخل شبعان راوي نظيف. قالوا للخدام السيد مول البيت ما نجوش نقابلوها؟ قالوا لهم سيدي راقد، مش ممكن حتى نبقيه بخير ونشكروه على احسانه. قالوا مليح يا سيدي، اتهنى نبلغوا له.
أي بخاطركم كل واحد ركب على حصانه وشد ثنيات. النهار كله هما سايرين على الأرض غيرين في الخلال خالي والعجل الدور، عقاب عشية يشوفوا في بيت ها هيك على طنجورة جبل، قالوا هوني نباتوا الليلة. نزلوا على الشبور عملوا مشاف، وصلوا يلقاوها بيت، بيت شعر لا يريك ولا يروعك. ارقع عد وغلط، والريح يصفر من كل جهة. ظاهر عليها هاك البيت هذيك الفقر والعراء عاملين معاهدة، وهذاك المركز بتاعهم. خرجت عزوزة من الغابرين، مرحبا يا فرسان على السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام، قالوا ضياف ربي. مرحبا، اتفضلوا. كل واحد هبط من على حصانه، مشات ربطتهم الغادي في الحوش، وجات فرشت لهم اش عندها ما تفرش مجود من موجود. جابت لهم قربة الماء، غسلوا اطرافهم وشربوا، ومشات هي تحش في الحشيش وتحط قدام الخيل. هما هكايا وشايب جاي، قالها منين هالخيل؟ قالت وضياف. عر راسه قال يا ربي نحمدك ونشكرك اللي جبت لي ضيف. ودخل السلام عليكم، زارتني البركة، هذا النهار المبروك السعيد، شرفتوني. تحت ضبوطه حزمة خبيزة، الخبيزة ما هيك الحشيشة اللي ثم ناس يطيبوها يعملوا بها، يعملوها طبيخة القلال اللي ما عندهمش بشي والخضرة، ينحيوا الخبيزة وينقاوها ويطيبوها. امشال العزوزة قالت له تواش مش نعشيهم هذوما؟ قالها مو مازال عندك طرف دقيق شعير، وهاوها الطرف خبيزة هذايا، اعملنا كسكسي. قالت له باش مش تعمل كسكسي يا اخي؟ عندك الزيت؟ قالها طيب بلاش، هيك اللي عندنا، لو كان ثم راني ذبحت لهم. اما الغالب ارمالها كطرف خبيزة هذيك، قامت كسكست وشعلت النار، ركبت الطنجرة، حط الكسكاس، ومشى هو قعد بحذا الجماعة يوشحل عليهم، وجابد معاهم هدرة من غير هدرة، وهل اختص عيد ومنين هالجية والعرش الفلاني العرف اللي نسمع فيه، وكان يقولوا يحكوا على عم فلان إلى آخره. أي حضر العشاء، أي تفضل على بركة الله، كسكسي شعير ثاعش وبالخبيزة يجرح حتى في القراجم، لكن الجماعة ياكلوا ويتبنوا، ظهر لهم هايل، ظهر لهم بنا ما ثماش، كأنهم قاعدين على سفرة ملوك، والحديث متاع هاك الشايب منسيهم في هاك الخبيزة وهاك الشعير. تعشوا تحمدوا تشكروا، جاب لهم صب على يديهم غشخسلوا. امشى للعزوزة قال لها تيموش عنا طرفتاي، قاتوا ربي عقل، انفيفة في قرطاس ما تعملش حتى كاس. قالت يعمل، تصب الماء برك، اذا كان ما يجيش ابنين ياسر ما يسالش، هاك اللي ثم على كل حال. وطيبت لهم هاك التاي بسمية تاي، وليلة كاملة حتى الكلة ليل، وهو شايخ ويحكي وهما عاملين عليه كيف، سهرية عداوها ما تحسش من عمر. عقاب الليل قاموا رقدوا، قاموا الصباح جابوا لهم الماء، غسلوا يديهم وجوههم. الشايب والعزوزة ما عندهم حتى شيء باش يوكلوهم، المدرق والمخبي تجبد البارح برك، عملوا نفسهم ما في علمهم شيء، كأنهم ما يعرفوش اللي الناس يفطروا في الصباح. وهما زاد عملوا نفسهم مش مستانسين يفطروا يفطروا صباح. أيا بقاهم بخير، شدوا الثنية وزورونا وتزوركم الأيام الطيبة إلى آخره. كيف بعده واحد منهم طبس على الآخر وقال له خبيزة من عند باشر
وهذاك حد النعيمه، ولا كبش من عند كاشر لا يعرف للناس قيمه.